اللبنانيين قالوا كلمتهم، ولما اللبنانيين بيحكوا الكل بيسمع. بالنسبة لتيار المستقبل واللوائح المستقبل ولمرشحين المستقبل، كانت كلمة نعم واضحة بكل المقاييس الشعبية والتمثيلية. معركتنا كانت على عدة جهات وجبهات، جبهة الدفاع عن وجودنا السياسي، وجبهة التصدي لتفتيت القرار السياسي بكل مناطقنا، وجبهة اللوائح المفبركة يلي تأكد بالوقائع والأرقام إنها كانت أداة بإيد الأخصام المعروفين لتيار المستقبل. نحن انتصرنا على كل هيدي الجبهات بإرادة جمهور عريض فيه يرفع راسه بالإنجاز السياسي والشعبي الكبير يلي عمله. النتائج يلي شفتوها لهلأ تعطي التمثيل الأول بعكار وبطرابلس وبيروت والإقليم وصيدا، وحتى بالبقاع الغربي والأوسط الشمالي لتيار المستقبل، وبتعطي التيار كتلة كبيرة من 21 نائب بالبرلمان. كنا مراهنين على نتيجة أفضل، صحيح، وكنا مراهنين على كتلة أوسع فيها مشاركة مسيحية وشيعية أفضل، كمان صحيح، لكن كل شايف أنه تيار المستقبل كان عم يواجه باللحم الحي مشروع إقصاؤه عن الحياة السياسية وعن مشروعية تمثيله لمكون أساسي من مكونات المعادلة الوطنية بالبلد. اليوم قدامنا مرحلة جديدة وقدامنا تحديات كثيرة، وأنا على رأس تيار المستقبل مستمر بخوض هيدي التحدي على كل المستويات السياسية والوطنية والاقتصادية، ومعنا رصيد شعبي كبير شافوه كل اللبنانيين بكل المناطق. الانتخابات عندي محطة انتهت، لكن قبلها كان في محطات مع جمهور كبير صوت لخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشروع تيار المستقبل ولعروبة لبنان ولصيغة العيش المشترك واتفاق الطائف. هيدا الجمهور يلي احتضن سعد الحريري وتيار المستقبل بأحياء بيروت وأحياء طرابلس ومدن عكار والمنية والضنية وبصيدا والإقليم والعرقوب وكل البقاع، هيدا الجمهور هو الأساس بوش كل الاختراقات ومشاريع الهيمنة على قرار بيروت وطرابلس وكل المناطق. هو الأساس ليبقى تيار المستقبل، تيار الاعتدال العابر للطوائف بكل لبنان، ثقة كبيرة بالناس بالرغم من كل الاعتبارات، وثقتكم فينا، ثقتكم فيي أنا شخصيا ميدالية بعلقها على صدري ومسؤولية بحملها عكتافي، وخارطة الطريق منمشيها معكم كلكم بإذن الله. اللبنانيين اقترعوا اليوم لمشروع الاستقرار ولمشروع الأمان ولمشروع النهوض الاقتصادي. اليوم انتصر مشروع الأمل بالمستقبل، وبكرة بدنا كلنا سوا أنا وياكم نتابع الشغل لتحقيق المشروع مثل العادة ومثل بكل استحقاق ومثل ما علمنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إيدي لكل الحريصين على مد إيدي لكل الحريصين على الاستقرار وعلى الشروع بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتقدم البلد وحماية الإنجاز الكبير يلي تحقق بمؤتمر سادر وسائر مؤتمرات دعم لبنان. وبمد إيدي لكل لبناني ولبنانية شارك بالانتخابات وبالمجهود الوطني الكبير يلي بدنا نتابعه بالمرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار السياسي وتعزيز الأمان والنهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات وتحسين المعيشة لكل اللبنانيين. هيدي
هيدي الديمقراطية يلي مارسناها، هالحرية يلي مارسناها بدنا نحافظ عليها مهما كانت النتائج. بدنا نحافظ على أهلنا وعلى حقوق المناطق المحرومة، خصوصا حقوق الناس الطيبين يلي عشت معاناتهم وشفت بعيني انه ما عاد مقبول بعد اليوم انه يكون في لبناني تحت خط الفقر، لا بعكار ولا بطرابلس ولا بأي مكان في لبنان. عشتم، عاشت الديمقراطية وعاش لبنان. أعطونا ميكرو. أكيد مش منهني نفسنا بس، منهني اللبنانيين، منهني الطائف إنك أنت ستبقى الزعيم الأكبر والأقوى والأول. ولكن يا دولة الرئيس، هذا القانون انعمل، كان أنت المقصود أول واحد بدهم ياخذوا منك أهل السنة، وبفتكر بيقدروا بهالقانون العجيب الغريب قدروا ياخذوا كتير من دي، مش كتير أو قليل يعني، بدون كلهم خير وبركة، ولكن كانوا أخذوا منك ناس. كان أنت بوقت هل يعني هالقانون كنا بنتمنى أنك ما كنت لازم أنك تقبل فيه، ولا ممكن اللي صار صار. هلأ ما هون المهم، المهم المستقبل أثبتت أنه في عند الطائفة السنية وخاصة عند أهل بيروت عندهم احتياجات كبيرة. نتمنى يكون عندك القدرة أنك تقدر تعود عليها. يعني أول شيء، أنا بالنسبة لإلي قانون انتخابات هو قانون انتخابات مثل أي قانون تاني. ما في شك أنه نحن كنا بلد يعني مقسوم، وأنا برأيي أنه نحن خلال هالمرحلة السنة ونص قدرنا نوحد الأراء. وأهم شيء بالنسبة لي كإنجاز كحكومة أنه حققنا قانون انتخابات. فلذلك، وإلا أنتم بتعرفوا جيد جدا أنه البلد كان رايح على الفراغ ورايح على متاهة، نحن مش يعني ما بدنا إياها بوسط كل المشاكل اللي عدنا إياها حوالينا عم نشوفها قدامنا. فأنا برأيي مش مهم القانون، مهم الناس. نحن بنحترم كلمة الناس، وأنا بالنسبة لإلي بالعكس، أنا بحس حالي أني انتصرت وربحت، وأنا بحس حالي أنه مرتاح جدا على النتائج. والقانون الانتخابات هو قانون مثل أي القوانين اللي مرقت. هلأ بتقولي أنه استهدفني ما استهدفني، أنا بقولكم صراحة أنا ما بحياتي فكرت بشخصي، فكرت بالبلد، فكرت بالناس، فكرت بأنه كيف شيل البلد من وسط هالتجاذبات السياسية اللي كانت عم تدمر الاقتصاد الوطني تبع المواطن اللبناني. وأساس الفكر تبعي هو أنه كيف نطلع من بلبنان ونوقفه على إجريه، هذا الأساس. هلأ عملنا قانون، بنربح اليوم، بكرة بنربح، بنعوض، خفش ولو قاعدين مش رايحين لمحل. دولة الرئيس، أول شيء مبروك على النتيجة اللي عم بفتخر فيها. بس في سؤال، حضرتك قلت أنه اللي صوتوا للاستقرار، اللي هو خيار اعتمدته وسعيت لأنه نفس الوقت قل بالبداية أنه كنت بتوقع نتيجة أكبر وكتلة أوسع. هل عدم تحقيق هالنتيجة الأكبر والكتلة الأوسع هي لعدم قناعة بالخيار اللي أخذته، يعني خيار الاستقرار، وكانت القواعد بدها خطاب يمكن مختلف كان يعتمد بالسابق بموضوع السيادة، بموضوع التعاطي مع الفريق الآخر، لا سيما أنه في فريق سياسي كالقوات اللبنانية اعتمدوا السياسة، خطاب السياسي اللي كنتوا أنتوا وياه بالماضي سوا، يعني من مواضيع سيادية، من مواضيع إصلاحية، وبين أنه عملوا اجتياح واسع. هل الرئيس الحريري بالمستقبل عنده إعادة نظر باستراتيجيته بموضوع الخيار السياسي وبموضوع التعاطي السياسي مع الفرقاء؟ لا، أنا برأيي أنه موضوع السيادة أول شيء قرار عندنا من منذ البداية، يعني نحن ما تخلينا عنه. ثاني شيء، أنا برأيي أنه القانون سمح لكثير من الناس أنه تقدر تدخل على مجلس النواب اللي ما كان عندك شانسس، وقدرت تعمل خروقات في عدة محلات. أنا برأيي أنه الناس وبدأ استقرار، بدأ اقتصاد، الناس تعبت سياسي، الناس بدها شغل، بدها فرص عمل، الشباب بدهم فرص عمل، بدهم شغل. فأنا برأيي القانون هو لأنه في نسبية فبيسمح لبعض الأحزاب مثل القوات اللبنانية، وبهنيهم على هالإنجاز اللي عملوه،
بيسمح لهم انه يعملوا خروقات بعده اماكن ما كانوا يقدروا يعملوها بالاكثر. فلذلك هذا شيء منيح، وانا بشوف انه الناس صوتت اليوم ده فعلا مشروع الاستقرار، لانه اللي ربحانين اليوم بهالمجلس النيابي هن اللي اول شيء شركاء بهالاستقرار. يعني اليوم ما في شيء سربرايز جانا من برا انه والله طلع عندنا ناس ما بدها استقرار ففاتت على الـ على الـ بالعكس، الناس اللي ما كان بدها استقرار بالبلد طلعت من المجلس النيابي، وانا يعني بلاقي انه هذا الشيء كثير صحي. تفضلي. دولة الرئيس اول شيء مبروك. ميرسي. وبدنا نقول لك كمان سؤال، اليوم الرئيس سعد الحريري حكى كثير عن تحالفاته، وفي ناس كثير اعتبرت انه انت دفعت ثمن سوء التحالفات، لانه في بشكل مباشر يعني واضح تحالفك مع التيار الوطني الحر انت دفعت ثمنه. هل هالشيء رح يخليك تعيد النظر بالمرحله المقبله، خصوصا بعد يعني بتشكيل الحكومه وبالمرحله المقبله؟ وتحدثت عن اقصائك دولة الرئيس، اي اقصاء؟ احتضان الشعبي والسياسي اللي كان عندك لما اعلنت استقالتك، ومن بعدها كيف تم التعاطي معك من كل القوى السياسيه هاي. حتى يعني كان انتخابات، انا قصدي يعني. طيب تفضل. بموضوع التحالفات لا انا مش مغير، بالعكس انا بعدني حليف الرئيس وحضلني على هالخط، لانه انا بشوف انه هذا الشيء بيجيب استقرار للبلد وبيجيب، وشفتوا انتم الانجازات، ولكن الانجازات بدها كل المكونات، يعني رئيس جمهوريه، رئيس بري، وكل المكونات اللي موجوده بالحكومه. نحن اللي بيهمنا واللي بيهمني أنا أنه نحن ننقل البلد من مكان إلى مكان آخر، وأنا برأيي أنه أكبر إنجاز عملته كمان هذه الحكومة هي الانتخابات. نحن دائما نطلع على أنه والله ربح 1-2-3 من هون ولا 4-5، أوكي فاين، ما عندي مشكلة أنا بالنسبة للنتائج. وفعلا نحن يعني إذا بتشوفي نحن شو كنا مفكرين بدنا نربح، يمكن بنقول أنه والله كان بدنا تمثيل أكثر ب3-4 نواب زيادة، بس مش آخر الدنيا. بالنسبة لإلي هو التوافق السياسي اللي حصلنا عليه خلال انتخاب رئيس جمهورية هو اللي حصن البلد ضد أي شيء من الخارج، وهذا الشيء أنا اللي بفتخر فيه. تفضل. دولة الرئيس، هل يؤمن سعد الحريري بالاستقرار مع وجود سلاح لحزب الله يقول عنه الشيخ نعيم قاسم أنه موجود طالما إسرائيل موجودة؟ هذا 1-2. حزب الله قال أيضا على لسان كمان الشيخ نعيم قاسم ما بعد الانتخابات حسابات أخرى. شو تعليقك؟ يقول اللي بده إياه شو يعني؟ بس أنا اللي عم بقوله إنه نحن ورئيس الجمهورية قال إنه بكل صراحة إنه في بحث باستراتيجية دفاعية، صح ولا لا؟ أنتوا بتعرفوا موضوع السلاح شو رأيي فيه؟ أنا ضده، ولكن هيدا الشيء بده يعثرنا بالبلد ولا نحط نحن مشاكل ونوقف البلد؟ انا بس بدي ارجع شوي للتاريخ بالسابق. رفيق الحريري اجى على البلد 92، كان البلد مدمر، صح ولا لا؟ 92 كان عنده الوصاية براسه، وما كان عنده ولا نائب معه ولا وزير معه، كان رئيس السنيورة. شو عمل؟ وقف لانه في نحن كان في وصاية على البلد، ولا اشتغل؟ انا اللي عم بقوله انه نحن في خلافات باستراتيجيه مع بعض الافرقاء بالبلد اكيد، ولا حتتغير، بس مش معناتها انه بنوقف بالبلد ولا بنشتغل وبنعمل لمصلحه المواطن. هذا الفرق اللي بيني وبين الاخرين. انا بالنسبه لي انه نشتغل ونرجع نوقف البلد على اجراء اقتصاديا، ونرجع نرجع السياحه، ونبلش نستفيد من مؤتمر سادر وغيره من الامور الاقتصاديه اللي نحن بحاجه لها وامس الحاجه لها من اصلاحات وغيره، هو الاساس. اما خلافاتنا السياسيه الاستراتيجيه بيننا وبين الافرقاء الاخرين حدلها قائمه، ونحن عملنا ربط نزاع بيننا وبين الافرقاء، وقلنا بنشتغل على الامور اللي بنتفق عليها، اما الامور اللي بنختلف عليها على قليل بيكون في حوار هادئ. مشكلتنا نحن بالسابق انه نحن كنا عم نصرخ على بعض ونحكي مع بعض وما حدا عم يسمع. اليوم نحن عم نشتغل سياسي وعملنا انتخابات، وبكره بنشتغل سياسي وبصير في تشكيل حكومه، وان الله يحب المحسنين. تفضل يا نوال. دولة
دولة الرئيس سؤالين. الأول، هل خذلت بيروت؟ الثانية طبعا سعد الحريري، يعني اليوم كنتم متوقعين 7 مقاعد في بيروت، الإحصاءات ما قبل النهائية أو نتائج ما قبل النهائية بتقول أنه أخذتوا 5 نواب، هل خذلتكم بيروت؟ إن كان ستة، بس ستة مش للمستقبل، ككتلة. أنا عم تقولي ستة، كنا من أربعة. ست، يعني 6 نواب، اليوم 5. هيدا أول سؤال بتمنى تجاوب عليه طبعا. والثاني، البارحة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله بأنه نتائج الانتخابات النيابية في لبنان تؤكد بأن حزب الله هو لبنان. شو رأيكم مع هيدا؟ أنا برأيي أنه إسرائيل عم تفتش بس على أي سبب لحتى تنكوس فينا. لبنان هو الحكومة اللبنانية، لبنان هو النائب النفس، لبنان هو البيان الوزاري. إسرائيل هي اللي عم تقتل الفلسطينيين، وهي اللي عم تهجم على الفلسطينيين. فما يجوا يقارنوا نحن شو. لا، لبنان في مكونات سياسية مختلفة. حزب الله عنده كتلة أظن ب 14 نائب ولا 15، هيدا حزب الله. تقولوا لي انه في عنده سلاح وفي عنده غيره، هيدا شيء له دخل بامر اقليمي. نجي بدنا نحمل كل لبنان هيدي المسؤوليه؟ لا، هن بيعرفوا جيد جدا انه هذا الكلام مش مزبوط. ثاني شيء فيما يخص بيروت، انا فخور ببيروت، بالعكس بيروت الثانيه بعيوني. واهل بيروت بعيوني، وإن شاء الله نحن مكملين نحن وبيروت، وإن شاء الله حتشوفوا إنه النتائج حتكون لمصلحة البلد بإذن الله. راضي على كل شيء، راضي إن شاء الله. إن شاء الله. شربت ليه البعض أصر يحول المعركة من انتخابات سياسية وإنمائية لمعركة لكسر سعد الحريري؟ والانتخابات خلصت، بكره شو هي معركه تال المستقبل؟ ما صار لهم 13 سنه عم يحاولوا يكسروا، ما انكسرت وحيضلوا 13 سنه زياده وما حينكسر. انا غير قابل للكسر حبيبي، نقطه على السطح بس، شو ما يطجوني حدا اللي وقف، ولو محلكم تعرفوني. تفضل ابو خليل. هذا قانون النسبة يدفع الضريبة، لأنه بدك إعادة تكوين السلطة بلبنان، بدك الناس تعطي خيارات أوسع مشان ديمقراطية. بس دولتك حكيت عن أنه أنت تعرضت لحرب على كل الجبهات ومع كل الجهات، هل هالكلام بيعني أنه أنت أمام تحالفات جديدة، أم أنه أنت مثل ما عودتنا بدك تمد اليد؟ خصوصا انه كلامك بمد اليد بذكرنا لدى خروجك من محكمة الهاية الدولية عند حضور الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وشكرا. نحن بال 2009 ربحنا انتخابات، صح ولا لا؟ وانا بعتبر بال 2018 ربحنا انتخابات. يمكن الواقع تبع 2009 كان مختلف، واول شيء قلته انه انا بمد ايدي. طبعنا هيك لأنه أنا بعرف البلد هيدا لبنان ما يحكم من دون جميع المكونات السياسية، واللي بده يحكي غير ذلك بكون عم يضحك على حلو. إذا نحن فعلا بدنا نقوم بالبلد وبدنا نعمل شيء للمواطن اللبناني، نشتغل كلنا مع بعض. إذا بدنا نقعد نشتغل ببعض، فينا نشتغل ببعض، ما مشكل. نحن منا ضعاف حبيبي، نحن كتير قوية، بس اللهم نحن أخدين قرار أنه نحن نشتغل مع كل الناس، وكل الناس هي اللي بتبني البلد، ما غير ذلك. وهيدا الشيء أثبته التاريخ. يعني رفيق الحريري برجع بكرر، أجا ب 92 اشتغل مع كل الناس، بنى البلد، جاب كهرباء، جاب كل هيدا. فلذلك نحن بناء البلد هو مع الجميع. تفضل. دولة الرئيس مبروك، كيف رح تواجه بالمرحلة المقبلة خلال تأليفك الحكومة الجديدة إن شاء الله عملية التخوين بين القوى السياسية؟ كيف رح تقدر تجمعهم على طاولة واحدة لتقدر تمشي؟ ما أنا شو شغلتي بهالبلد إني جمع الناس مع بعض؟ شكرا. أنا شغلتي بالبلد إنه خلي جيب التوافق بين الناس إن شاء الله. تفضل. والله هذا شغل موضوع ديمقراطي، بس لما يصير في انتخاب لرئيس مجلس ان شاء الله ب 20 الشهر وساعتها 21 بنروح على
تشاورات، وكل واحد حر يسمي اللي بده اياه، ما عندي مشكلة. Brent. Two elements to the same question, if I may. How do you think the international community should regard the results of these elections, and how do you think they should interpret it? I think the international community always wanted an election, and we had an election, and this is the results of the elections. I think the results are in favor of Lebanon, of a free Lebanon, of democracy, of a free democracy in Lebanon. I think that Lebanon has showed the international community its resolve in dealing with the refugee issues and everything. I think Lebanon, the international community, should look at the results in a very positive way. This is the only way I can see it. التصويت على القانون النسبي الحالي كرس بشكل كتير كبير التصويت بشكل طائفي، هو بعيد بمسافة كتير بعيدة عن خطابكم السياسي وأدبياتكم السياسية. هل سعد الحريري سيكون من المشاركين والمحفزين على تعديلات بمفاعيل القانون النسبي؟ يمكن مثلا نروح على قانون نسبي على مستوى دائرة واحدة لبنان، دائرة واحدة. أنا ما عندي مشكل بأي قانون. أنا قلت بالسابق أنا ما عندي مشكل بدائرة واحدة، اثنين، أربعة، خمسة، ثلاثة، سبعة، تسعة، عشرة و15. هلأ إذا بدنا نرجع 15، 14 لنجرب بحالنا كل شوي كل أربع سنين بواحد نحذف دائرة، ما عندي مشكل كمان، يلا أو دائرتين حتى نوصل على الدائرة واحدة، ما في مشكل. أنا بشوف إنه معك حق إنه في محلات بهيدا القانون له طابع شوي طائفي، ولكن كمان بدنا ننظر الى يعني التكوين اللبناني والحساسيات اللي عم نعيشها بعض المكونات اللبنانيه. بدنا نكون حريصين كلنا على بعض، لانه كلنا مع بس لما نكون حريصين على بعض لبنان بيقوى، بس لما نبلش بنفرط ببعض لبنان بيضعف. تفضل. طموحات كتير من الشارع اللي بأيدك. مسألة تانية بدي ارجع عقب على السؤال اللي سأله الأستاذ بسام أبو زيد امبارح. الشيخ نعيم قاسم لما نقترع قال حديثنا بعد الانتخابات مع سعد الحريري سيختلف عما قبل الانتخابات. هذا يؤشر دولة الرئيس إلى مواجهة مقبلة مع حزب الله في مرحلة تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الحكومة. أعتقد يعني أو بحسب القراءات أن حزب الله يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، لكنه يريده رئيسا ضعيفا بالدرجة الأولى. يريد أن يفرض الحكومة التي يريدها، ويريد أن يفرض البيان الوزاري الذي يريده. أنا سؤالي يا دولة الرئيس، لماذا القبول باستفراد سعد الحريري في وقت أنتم كقوة سياسية عندكم قدرة أنه ترجعوا تستجمعوا صفوف 14 أدار؟ اليوم القوات اللبنانية كتلة كبيرة ولا يستهان فيها، ممكن اللقاء مع الكتائب، ممكن اللقاء مع بعض المستقلين حتى من المجتمع المدني. لماذا لا تتجهون إلى إعادة ضخ الروح في قوى 14 أدار لتكونوا فريق سياسي قادر على مواجهة سياسة حزب الله التي تتلاقى إلى حد كبير مع السياسة الإيرانية التي تحاك على مستوى المنطقة بشكل كامل؟ شكرا. خليني أقول لك شغلي، نحن جربنا هذا الشيء ولا لا؟ جربناه، نجح؟ ما نجح. بلد ما صار له شيء، ما قدرنا نعمل شيء بالبلد، ما قدرنا نعمل موازنة، ما قدرنا نعمل قانون، ما قدرنا نعمل شيء اقتصادي للمواطن اللبناني. أنا بفهم إنه التحديات الإقليمية علينا كلنا جميعاً، وأنا بختلف معهم بكثير أمور، وحدني أختلف معهم. بس أنا شو بقول للمواطن اللبناني؟ بقول له بدي وقف أشتغل كهرباء ومي وطرقات وسادر وكل هيدا، لأني بدي فوت بتحدي سياسي؟ التحدي السياسي موجود وحيضل موجود. وما حيختفي. بس الفرق يا جماعة الخير، نحن أي لبنان بدنا؟ بدنا لبنان في اقتصاد، في نمو، في سياحة، في تجارة، في كهرباء، في مي، في اتصالات، في طرقات، أو بدنا نقعد نصرخ على بعض وبالآخر ما حدا نسمع. فأنا اللي برأيي أنه نحن مش بعيد بين كل اللي سميتهم، وهن كمان بدهم مشروع اقتصادي
وكل الناس بدها مشروع اقتصادي. وانا بقول لكم البلد لا يتحمل خلافات سياسيه لا ماليا ولا تجاريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا حتى. المواطن اللبناني تعب، المواطن اللبناني بده انه يقوم البلد يقوم. وانا بقول لك يمكن انت اليوم مثلا خد بيروت اللي بعض الناس عم تقول انه كيف صار بيروت، طب ليش صار بعلبك الهرمل هيك؟ عم تحكوني ببيروت، حكوني بعلبك الهرمل، لانه الناس طفشت، الناس تعبت. وايضا القانون بيسمح بهذا الشيء، لانك انت عم تنتخب عن نسبه بيسمح القانون انك بتوصل بعض الناس اللي ما كنت تقدر توصلهم. بس فعليا اليوم القانون سمح لهذا الشيء، بلس انه عندك ناس تعبت، ونحن يجب علينا انه ننظر على الناس. نحن بخدمة الناس مش بخدمة اجنداتنا السياسية. اجندتنا السياسية هو برنامج اقتصادي مفروض يكون للمواطن اللبناني، مش لسعد الحريري ولا لحزب الله ولا للرئيس بري ولا لسمير جعجع. اذا سمير جعجع اليوم الحكيم ولا الرئيس بري ولا حزب الله هيعملوا اجندة سياسية، بأكد لك بعد 4 سنين بيخسروا كلهم. بعد 4 سنين بيخسروا كلهم. نحن إذا ما بيكون في إنماء بالبلد وما بيكون فعلا في شيء للبلد، نحن رايحين أول شيء بنروح ماليا في مشكلة كتير بالبلد. Please. How do you imagine the future if God forbid you do not receive the nomination for Prime Minister? Maggie Hyde from the Associated Press. How do I imagine the future if I'm not Prime Minister? Oh, I can go and rest. And enjoy my rest. You think I can go diving? I can enjoy my bikes and do a lot of good things. But I think Lebanon needs stability. I think Lebanon needs a program to rebuild the country, especially the infrastructure. And I think it's still early to decide what's going to happen in 15-20 days. تفضلي. الصحافة الفرنسية، هل تعتبر أن النتيجة التي حصلتم عليها تعكس عدم رضا الناس عن العديد من التنازلات التي قدمتموها أمام حزب الله؟ لا، أنا برأيي إنه القانون اللي بيسمح لهيك نتيجة. وإذا بدي أجي أحكي بالأكثرين، نحن ربحنا. نحن كسحنا بكل البلد. إذا أنا عم خوض معركة انتخابية على قانون أكثري، كل المناطق اللي نزلت فيها ربحت فيها. بس القانون مش هيك، القانون نسبة، وهذا اللي هيدا وضعنا. فلذلك أكيد لازم يكون في شغل أكثر مع الناس. بالعكس، أنا كتير 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 مبسوط من النتيجة وكتير مرتاح عن النتيجة. الناس صار في بلبلة بهذا الموضوع، لأنه بالليل المكنة الانتخابية تبعيتنا بطلت تفرز معلومات لنا، فما حبينا نعلن أي شيء قبل ما نكون نحن متأكدين. فاليوم نحن تأكدنا أنه النتيجة هي 21 وطلع لنا الناس. ما في شيء سبب تاني، ما في زعل، ما في أي شيء. تفضل. Sorry, Natalia Sansa from El País newspaper. Mr. Prime Minister, I would like to know your personal interpretation of one of the big failures of these elections, where the low turnout of the participation of the voters is a problem of mobilization of the parties, the problem of fed up of the population with the system. What is your personal view on this? Thank you. I think the problem with this election law, a lot of people didn't understand it. And, you know, and when people don't understand the law very well and it's complicated, people tend to not to be excited about it. At the same time, I think if we look at across the board, we reached a record score this time in Lebanon. I feel that we should do more, and I think with certain reforms that we had we wanted to do in this election law that we weren't able to perform because of technical problems, like for instance the biometric card, which allows the citizen to vote anywhere he is in Lebanon to anyone he wants. This is something that was that could have, you could have seen a big increase in that in the votes. So I believe that the election law, it's complicated, and plus, you know, we didn't perform all the reforms that we had promised.
تفضلي انه يلا بعدين. سؤال ثاني للام تي في، تفضلوا. امبارح طلعنا معك لقطتين، انا ما بحكي معكم. دولة الرئيس، I will quote you، يعني انت قلت سعد الحريري 2009 موديل 2009 غير موديل 2018. قلت 2010. 2010 للتصحيح فقط. اليوم السؤال هو كيف يعني التغيير اللي حنشوفه كيف حيكون؟ هل حيكون بالمحاسبة داخل التيار عن ثغرات كثيرة كانت موجودة؟ وكيف سيكون، كيف سيطبق؟ ما هي رؤية سعد الحريري بعد 2018؟ في ثغرات كانت بتيار المستقبل، وكل واحد مسؤول عن هالثغرات بده يتحاسب على هذا الموضوع، ما في شك. وأيضا أنا كسعد الحريري حأشتغل أكثر، بس نقطع السطر. بعد سؤال، في فخامة الرئيس قال امبارح انه الحكومة بالمستقبل ما في مشكلة، ما في مانع تكون فيها حكومة أكثرية. حضرتك من الأسماء أو بالواقع المرشح تتكون من قبل القوى السياسية حسب ما عم ببين انه تكون مرشح لرئاسة الحكومة. هل عندك تصور بمستقبل لروحية الحكومة المقبلة، لا سيما انه في قوى سياسية بدأت من اليوم تقول بدها تسميك، بس عندها كمان مطالب ضخمة؟ شوف حبيبي، أنا رئيس حكومة، بس لما شكل الحكومة، إذا بدي شكل حكومة الشروط تكون لمصلحة البلد، وأصلاً ما حدا بيحط علي شرط. أنا بسميني حدا ما عجبني الشيء بمشي، ما فيها مشكلة. نقطع السطر. أما فيما يخص الأكترية، أنا برأيي أنه هيدا شيء للنقاش، وبرأيي أنه نحن علينا أن نقوم بالبلد، وإذا فينا نقوم بالبلد مع الجميع بنقوم بالبلد مع الجميع. تفضل. Benjamin Bard from Le Monde newspaper. Compared to 2009, the Mustaqbal party lost approximately one third of the members of the parliament. Apart from the reasons that may link to the new electoral vote and other technical reason, how do you explain these losses? I mean, do you think that it's because of the law? It's purely because of the law. If you, I mean, so you don't intend to change anything in your political program? No, I will change. I think I will change because there was some performance that wasn't up to the standards in my political party. That we will, you know, we will deal with it in my political party. But at the same time, I think, you know, the law allows to, you know, to penetrate certain areas without because of the proportionality. I believe this is a lesson for us. This is the first time that we do this election law, and I believe in 4 years down the line, if we still have proportionality, we'll work much harder, and hopefully the results will be different from now. بهالجولة من الانتخابات، معروف شو رأيه من هذا الموضوع، أو بالقليلة متريث بعد ليعلن موقفه، ورأيكم من هذا الموضوع؟ من موضوع رئاسة المجلس بدي جاوب مثل ما جاوب الرئيس بري، أنا بعرف مين بدي انتخب. تفضلي. تستطيع أن تؤلف بسرعة، يعني ممكن أنه يطيل عمر حكومة تصريف الأعمال، مهمة تأليف حكومة جديدة يمكن تكون كتير صعبة على عاتقك، خصوصا أنك طرف مع القوى السياسية بتحالفاتك، تعيش طرف بين قوى سياسية وصلت لمحل بخلاف سياسي كتير كبير. هذا كله تكهنات. أنتوا شفتوا الحكومة السابقة بأي سرعة تشكلت. أنا بشوف أنه البلد ما له مصلحة أنه تتشكل الحكومة ببطء. نحن قادرين نشيل كل الخلافات على جنب، المهم البلد. حاج بقى نوقع بأفكار قديمة إنه هيدا عنده النص، وهيدا عنده التلتين، وهيدا عنده الوزير شو اسمه. أنا برأيي كل هيدا ما إله خبز عندنا بالبلد. أنا برأيي إنه البلد أهم شيء فيه هو إنه بس لما يكون في توافق سياسي على العناوين الكبرى، نحن قادرين نعمل كل شيء وقادرين نقوم بالبلد. ما حدا يقول لي مش قادرين نقوم بالبلد. سؤال اخير. لا وزراء بالحكومه اتهموا بعضهم بالسرقه، ووزير وصف وزير اخر بلص العهد. كيف بدك تتعاون معهم؟ انا علاقتي ممتازه بين الاثنين. ما
وتسألني لألي هنك بده يتعاونوا مع بعض. بس أنا بدي أقول لك شغلة واحدة. أنا بدي أسألك بس بدي أقول شغلة أخيرة. شوفوا بسام، يعني الخلافات بالانتخابات شيء، وبالحقيقة بعدين شيء تاني. ما في شك أنه كان في كلام كتير عالي انحكى، وأنا برأيي أنه أنا حاولت حافظ على أقل مستوى من الحكي بهذا الموضوع. اللي بهمني أنه يعرفوا اللبنانيين هذه الحكومة أجت خلال سنة ونص أنجزت كل هالإنجازات وحققت كتير أمور إيجابية للبلد وللمواطن اللبناني. هلأ علينا أنه نكمل. أكبر خسارة للمواطن اللبناني أنه نحن نفكر بأنه نعثر البلد بأمور سياسية. ما حدا يحط لي أعراف جديدة بالبلد. أنا برأيي أنه هيدي أعراف نحن بغنى عنها، حتى لو النتيجة كانت اللي بدها تكون اللي هي. بس العرف الوحيد اللي أنا بعرفه بالبلد هو رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب. هذا العرف الوحيد اللي نحن كلنا متوافقين عليه بالبلد، وما في فريق مش متعارف على هذا الموضوع. لذلك وما بيمنع انه يكون في وزراء من طائفة ولا غيره، بس المهم انه نحن ما نفرض على انفسنا وعلى بعضنا اشياء لا كانت بالطائف ولا اي مكان تاني. انا اللي بدي اقوله اخيرا للمواطنين، وخاصة لشباب تيار المستقبل والجمهور تبع تيار المستقبل والاحبائي، الناس اللي نزلت على الانتخابات، بدي اشكرهم يعني فوق ما تتصوروا. يعني أنا مدين لكم ومدين لكل صوت نزل بصناديق الاقتراع. بدي أتشكر الجيش اللبناني كمان أيضا والقوى الأمنية اللي واكبت هذه الانتخابات بشكل كتير جيد، مع أنه الاحتفالات كانت شوية من بعدها غير لائقة لهالإنجاز الكبير بلبنان. تاني شيء بدي أتشكر وزير الداخلية ووزير العدل كمان أنه تابعوا هذا الموضوع بشكل كتير كبير للبلد. وبدي أتشكر كل اللبنانيين أنه مارسوا حقهم الديمقراطي اللي بيستاهل لبنان، أنه نحن كل مرة نجي على الانتخابات نصوت، لأنه في كتير بلدان ما عندها هالديمقراطية وهالحرية اللي نحن عدنا إياها، اللي نحن صراحة بقولكم نحن ما لنا عارفين قيمتها. فشكرا ونلتقي.